بابار مسلسل كرتوني يحكي قصة فيل يعيش كالبشر متزوج ولديه أطفال. تحصل له العديد من المغامرات، وتم دبلجة المسلسل للعربية من طرف مركز الزهرة. أنتج في 28 مارس من عام 1989 إلى 6 يونيو لعام 1991. عدد المواسم 6، وعدد الحلقات المدبلجة 78 حلقة. بابار هو شخصية فرنسية خيالية ظهر لأول مرة في كتاب الأطفال الفرنسي هيستور دي بابار، صممه الكاتب الفرنسي جون دي برنهوف عام 1931، لاقى نجاحا مبهرا. أما النسخة الإنجليزية فكانت بعنوان قصة بابار The Story of Papar، قدمها آلان إلكسندر ميلني عام 1933 في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. القصة من تأليف زوجة برنهوف، حيث كانت ترويها لأطفالهما. بابار هو فيل اصطاده أحد الصيادين بعد أن قتل والدته. هرب بابار منه وترك الغابة وذهب إلى المدينة بكل ما فيها من حضارة وتمدن لينقل تجاربه لأصدقائه الأفيال. فور وصوله الغابة يموت زعيم الأفيال إثر تناوله نبتة عيش الغراب السامة، فيختاره الشعب نظرا لثقافته وتحضره ملكا، ويتزوج ابنة عمه وينجب أطفالا يعلمهم القيم والمبادئ النبيلة. تم إنشاء عدة مسلسلات وأفلام عن الشخصية، منها مسلسل بابار وفيلم بابار الذي أنتج في عام 1989. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.